تعالوا بقى نشوف تحدي تاني عبارة عن قوة ذاكرة. هنشوف الصورة علشان نشوف مين أشطر يشوف الكلمة يحطها قدام عينيه ويقلبها. بمعنى هقول لك الكلمة وانت تقولها لي بالعكس. ماشي. اوكي؟ هتقول لي حروفها بالعكس، يعني لو قلت لك شاربة اقراها لي بالعكس. برش. برش، برافو عليك، برافو عليك يا يوسف. يلا نشوف البنات. زرعة، عايزينها أسرع. زرعة هنقراها بالعكس. عزرة. ها؟ غلط. ها؟ قول. رزعة. غلط. عرزه. عرزه، برافو يا يوسف، برافو. يلا بسرعه تاني بقى عند الولاد، بسرعه بقى عايزين نشوف الكلمه وايه مخنا يشتغل. يلا يا امن. لعبه. لعبه، لما لو عكسناها تبقى ايه؟ ها؟ بعله. بعله، برافو عليك. طيب لو عكسنا باب. باب. بتقول ليه؟ شاطر جدا. لو عكسنا باب هي باب. طب علشان ندي فرصه تاني للبنات، طب لو عكسنا فيل. يل. ها؟ بسرعة. يل. فيل عكسها ايه بسرعة؟ يل. لا. ليف. ليف، برافو يا يوسف، انت شاطر في اللعبة دي يا يوسف. بسرعة بقى، هنا بقى عايزين نسرع بقى. أسد. ثأب. لا. أسود. دس. ايه؟ دسد. دسد ازاي؟ دس. أسود. دسق. دسق. انت بتقول ايه؟ ايه؟ اسود؟ انت جمعتها، ماشي، برافو عليك، والله الاسد اسود، برافو عليك يا امن. طيب قطه. قطه. ده دور البنات. قطه، بسرعه. قطه. ها؟ تبقى. ها؟ تبقى. لا غلط. قطه. قطق. طيب الولاد وبسرعه جدا، انا عايزه الكلمه دي بسرعه قوي، ما نفكرش فيها. يوسف ركز كويس. سمسم. 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 لا. انا عارفه انك كده تقول كده. مسمس. مسمس. مسمس، برافو عليك. طيب تعالى نقول عكس كلمة ديما. ديما. ايه؟ ديما. لا، عكس كلمة ديما أميد. أميد، ديما أميد. عكس كلمة يوسف. 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 عكس كلمة آمن. آمن عكسها إيه؟ ها؟ أنا. لا، أنت عكس كلمة آمن. آمن. نما. آمن، نما. عكس كلمة حبيبة. وخلصت الفقرة بتاعتنا النهاردة، فقرة التحدي ما بين الولاد والبنات. فقرة التحدي كانت علمون والبونبون اللاذع، هما فازوا فيها بجدارة بصراحة، وخاصة فقرة البونبون دي عشان أنا صعبة أوي، صعبة أوي. فقرة عكس الكلمات كانت الولاد أشطر شوية كتير. يوسف يعني أنا مبسوطة من يوسف، البنات يتشجعوا أكتر. بس هي لعبة لطيفة جدا، بتعتمد على إن احنا نقوي الذاكرة ونقوي سرعة البديهة بتاعتنا. برافو البنات والولاد، أنا مبسوطة فيهم جدا، ونروح ونرجع لكم تاني.